هاتفيا ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أهلا بك أستاذ جميل. إذن في كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، كل سنة وحضرتك طيب وكلنا طيبين وبخير، أكد الرئيس على أهمية الوعي الرشيد، فهم صحيح الدين، لأنه ده بيعد من أولويات الدولة في هذه المرحلة الراهنة. الوعي، هذه الكلمة الهامة للغاية، كيف رأيتها في معرض حديث الرئيس اليوم؟ طبعا في البداية كل سنة وحضرتك طيب، ومصر طيب. الأمة الإسلامية كلها بخير بمناسبة مولد النبي الشريف. في البداية طبعا كلمة الوعي دي كلمة مهمة جدا، وهي دي معركة بتخوضها الدولة المصرية في الوقت الحالي، معركة الوعي. الوعي احنا شفنا خلال السنوات الماضية محاولة تزييف الوعي بالنسبة للشعب المصري، ومحاولة تزييف أيضا الخطاب الديني والدخول لبعض البسطاء أو بعض المواطنين المصريين من خلال الدين وتفسير خاطئ للدين، مما نتج عنه تطرف كبير في الفكر في بعض المواقف وفي بعض الأمثلة. وإحنا شفنا في الوقت الحالي العديد من التنظيمات الإرهابية والعديد من التنظيمات التي تدخل تبث سمومها تفسر الدين بشكل خاطئ. عشان كده الرئيس النهاردة بيقول يجب أن يكون هناك عمل مضاعف من جهات الدولة ومن الأوقاف والأزهر في خصوص في معركة الوعي، معركة الوعي ضد الفكر المتطرف. الدولة مستمرة في تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني الوسطي. احنا مصر دولة وسطية، دينها وسطي، لا نميل إلى التطرف، وما ينفعش إن احنا نميل للتطرف، لأن الدين واضح وصريح أمام الجميع. لكن التفسيرات الخاطئة ومحاولة إدخال الفكر الضال هو ده اللي بيأثر بشكل كبير على المفهوم الخاطئ للدين. لكن في الوقت الحالي هي معركة مهمة جدا، على رجال الأزهر دور كبير جدا في مواجهة هذا التطرف، مواجهة التفسير الخاطئ للدين. ويمكن ما تقول أستاذ جميل له علاقة يعني تصريح آخر للرئيس السيسي في معرض كلماته، عندما قال أنه تصحيح الخطاب الديني هو مسؤولية تضامنية تشاركية تحتاج لتضافر جميع الجهود، يعني ليست الدولة وحدها هي من تقوم بذلك. لا طبعا، هي مش الدولة وحدها، هو الدولة وعليها المثقفين، عليهم دور، الإعلام عليه دور كبير، المدرسة عليها دور أيضا المنزل، وده من أهم الأماكن، المنزل والأسرة هي اللي عليها دور كبير، وأيضا المسجد. وكل ده يجب أن يتضافر، كله تضافر من أجل تصحيح الخطاب الديني. تصحيح الخطاب الديني بمعنى، في ناس بتحسب تصحيح الخطاب الديني ان احنا هيتم تجديد الخطاب الديني او تجديد في العقيدة، لا، هو تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع ظروف العصر اللي احنا فيها. أيوه. بما يتناسب مع الحالة اللي احنا عايشين فيها، وهو ده في صحيح الدين. كل وقت الدين اصلا سلس ويناسب كل العصور ويناسب كل الاوقات، فما ينفعش ان احنا يفسر الدين بشكل خاطئ، يفسر الدين بشكل يعيد المواطنين ويعيد الدولة الى عصور سابقة. احنا دلوقتي في عصور فيها تطور تكنولوجي، فيها تطور حديث، فيها العديد من التنظيمات والعديد من الدول تسعى الى تغيير او تسييس الخطاب الديني بما يتناسب استخدامه طبعا لمصالحها واهدافها، بالضبط مع توجهاتهم اللي هي توجهات في الغالب بتضر بالدين الاسلامي اولا، بتضر ايضا بالمواطنين، بتضر بمصالح الدول. احنا شايفين تنظيمات زي تنظيم داعش الارهابي فسر الدين على هواه، تنظيم القاعده فسر الدين ايضا على هواه، هناك العديد من التنظيمات، تنظيم الاخوان الارهابي ايضا فسر الدين على هواه، واستخدم الدين عباءه للوصول الى الحكم واعتلاء كرسي الحكم من اجل تنفيذ أجندة سياسية بعيدة كل البعد عن الدين، ولكن استخدامه في البداية كان استخدام سياسي، إن هو يفصل الدين من أجل أهداف سياسية. فيجب بالفعل، إحنا في مرحلة فارقة، يجب الدولة كلها بتسعى إلى
تشكيل الوعي للمواطن المصري بإعادة بناء الشخصية المصرية، فيجب أن يكون إعادة بناء الشخصية المصرية على أسس سليمة وعلى أسس واقعية. وعلى الأزهر دور مهم جدا، وأيضا على الأوقاف، الأوقاف عليها متابعة جميع الزوايا اللي هي موجودة في العديد من المناطق الشعبية أو العديد من قرى الريف، في بعض منها بيبث سموم في رؤوس الشباب للأسف شديد، وبيفسروا الدين تفسير خاطئ، مما ينتج عنه تأثير سلبي على المجتمع وتأثير سلبي على المواطنين أيضا. وده يعني يتطلب أيضا تأهيل الدعاة وتدريبهم. بالضبط، ما هو تأهيل الدعاة وتدريبهم بكافة النواحي، ما هو تأهيل الدعاة وتدريبهم يجب أن يعتمد أيضا من وزارة الأوقاف أن هو يبقى داعية وأنه يطلع على المنبر ويتم متابعته. ولكن أيضا في بعض الأماكن لا يوجد فيها الأزهر غير متواجد أو الأوقاف غير متواجدة بقوة فيها، في بعض القرى، في بعض الزوايا. كل ده يجب أن يكون هناك وعي المواطنين، يجب أن يكون هناك مراقبة شديدة من الأوقاف ومن الأزهر، يجب أن يكون هناك تعليم أساسي للطلبة في المدارس يوضح مفاهيم الدين وتسامح الدين الإسلامي، وأنه هو كل بعيد كل البعد عن أي فكر أو تضليل مما يبث الإرهابيين في رؤوس المواطنين. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كنت معنا أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام.